تمكنت القوات الأمنية العراقية من قتل 4 انتحاريين ناحية البغداد غربي محافظة الأنبار ضمن 5 تمت محاصرتهم وفقا لتصريحات اللواء الركن قاسم المحمدي قائد عملية الجزيرة. وأوضح المحمدي أن انتحاريين تسللوا إلى البغداد عبر الصحراء، مضيفا أن الانتحاري الخامس فجر نفسه داخل أحد المنازل مما أدى إلى مقتل عائلة مكونة من 6 مدنيين.